من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يعرف أنه حينما يهمل العقل سيضيع في الشكل، وهكذا أقولها دائما، أن العقل شيء والنفس شكل. العقل وشاحه العلم والنفس وشاحه الشكل، فتأتي النفس وتشتري العقل، تجد منفذا واحدا بسيطا وإن كانت سيجارة، ثم تمتد هذه السيجارة ويتسع هذه الهوة في استلام العقل لشهوات النفس حتى يصل إلى الدعارة، هذا الباب يتسع. لذلك على العقل أن يحصن، فإذا النفس استولت على العقل من هذا الباب اشترته فكان عبدا لها، تأخذه إلى مآربها حتى إذا قضت منه وطرا قذفته في غيابة جب الهوى يلتقطه شياطينها الأربع، الظلوم والعجول والجهول والكفور، فيبيعوه في سوق الشهوات بثمن بخس، دراهم معدودات. وإذا كان العقل شهما قويا مجادلا يقرأ في قلم الله الأسمى فيشتري النفس وتكون عبدة لها، يأمرها بالعرف وينهاها عن الهوى ويقول لها: أيها النفس أفيقي قبل أن لا يفيد العصم بالمعتصم، حيث تطوي في مقام قدره بطن حوت ضيق في مرغم، وتفيقي ساعة يحسبها بعض يوم حجة المختصم، وتساقي لحساب شمسه تغرق الطين بماء الجسم، وكتاب رفعت أقدامه ولقاع جففت بالرقم، وشهود أنطقت ألسنة ويح عيني من شهود حسم، فسبيلين جزاء جنة أو جزاء قعوذة.